يلا يلا بسم الله انتهينا لان المطبخ راح تستاهل خلاص انتهينا من الهدايا من ريان ايه ريان ريان الشيخ ريان طبعا هديته موجوده لكن ريان انت مسوي قبل شوي ردة فعل طبيعية جدا طبعا ريان كان هديته موجوده ولكن ريان ينحرم من هديته نعم قل ليش تنحرم من هديته ولا ما يحتاج انت شفتها ردة فعل طبيعية ما هي طيب عادي نعلم بالسبب لا تعلم ها؟ لا تعلم يعني انت راضي؟ هي يا اخوي ردة فعل لكن جعلها فداك ريان ريان سواله قبل شوي شغله يعني انجبرنا نحن نحرمه من الهدية هو يدري وشي لو ان انا بعطيه الهدية مستعد اعطيه الهدية بس عادي اني اقولها لا حد اجل واحدة بواحدة خذ الهدية ولا خلاص خلها بيننا ريان محروم من هديته ويفشل بالعود استاهل طبعا يا الرب يلا نبي نبدا فعاليتنا الثالثة هي اختيار